اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده الشكل مختلف شويه لان فقره الفار هنتناول فيها موضوعات مختلفه عما يطرح حتى في السوشيال ميديا، لان الموضوعات النهارده اللي معانا كلها موضوعات توبيك على السوشيال ميديا والكل في الوسط الرياضي بيتكلم عنها. ومن حسن حظنا احنا النهارده بنقدم الفقره لاول مره في برنامج الترند، هيكون عندنا موضوعات قلب الدنيا، تقرير ضايع، هل هيبقى فيه عقوبات، مشاكل التحكيم، معسكر الاعداد. النهارده في فقره الفار من حسن حظي معايا رايا وصفاره. مش هقوم بدور الفار لان انا مش حكم، ولكن قدر الامكان هوضح لحضراتكم الصوره الحقيقيه اللي المفروض الفار الدور بتاعه انه يقدمها للمشاهد، اللي هو زي ما بيقولوا المستند، حتى لو في خطا في الرايه او لو في خطا في الصفاره، لكن في النهايه هدفنا نقدم للمشاهد المعلومه الحقيقيه من خلال غرفه الفار في برنامج الترند. برحب بالتاكيد بضيوفي في هذه الفقره، واللي باذن الله هتكون فقره ثابته في الحلقات اللي جايه، عشان هنلقي الضوء بشكل اسبوعي على ملفات التحكيم. كابتن ناصر عباس المحاضر الدولي والافريقي والخبير التحكيمي. كابتن ناصر منور الدنيا واهلا بيك. تحياتي يا محمد، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وتحياتي طبعا لمحمد، برحب بيه النهارده ونتمنى ان شاء الله التوفيق، ان شاء الله نعمل حلقه تكون بدايه طيبه يا كابتن محمد في الفتره اللي جايه. طيب برحب برضو بضيف يمكن لاول مره يكون معانا على شاشه قناه الاهلي، ولكن من الناس اللي عندها تفاصيل وكواليس كثيره جدا في ملفات التحكيم. اشتغل في قطر فتره طويله جدا، عمل في لجان محترفه، اشتغل مع حكام دوليين كبار سواء على مستوى الفيفا او على مستوى الاتحاد الاسيوي. كابتن محمد صلاح عبد الفتاح الخبير التحكيمي. كابتن محمد منور الدنيا. كابتن محمد انت اللي منور، وانا اللي بشكركم على الدعوه الكريمه الجميله دي، وسعيد اني موجود معاكم مع كابتن ناصر طبعا. طيب حلقه ركزوا معانا لان فيها تفاصيل كتيره جدا، ولكن نبدا مع بعض بضربه البدايه مع الكابتن ناصر عباس. كابتن ناصر، تقرير ضايع في ماتش الزمالك وبيراميدز، هو المراقب بيكتب التقرير وبيقدم ايه وبيعمل ايه؟ طيب قبل بس تسمح لي حضرتك من خلال البرنامج ببعث بركه تهنئه للكابتن محمود الخطيب، بقول له كابتن خطيب كل سنه وانت طيب، وربنا يا رب يجعل ايامك كلها سعيده عليك وعلى اسرتك الكريمه، ويديم عليك الصحه والعافيه دايما يا رب. طيب نبدا بقى بموضوع التقرير. انت كحكم في الملعب، في مراقب بره عنده الاحداث وعنده التفاصيل وبيكتب التقرير، وانا شرحت ده قبل ما تدخلوا معايا في الفقره الحواريه. لما تسمع حاجه زي كده تعليقك عليها ايه؟ كابتن طبعا الموضوع خطير جدا جدا. ليه؟ لان احنا بنتكلم في مراقب المباراه الكوميشنر ماتش، بنتكلم الحكم المباراه، بنتكلم كوردينيتور، الثلاثه دولت انت عارف طبعا اكتر مني محمد، التقرير بتاعتهم بتبقى مهمه جدا جدا بعد نهايه كل مباراه، خاصه لما يكون في احداث. المراقب المباراه ده مهم جدا لان خاصه بعقوبات اللاعبين وخارج الملعب، وبيخش مراقب المباراه كمان بيأكد مع الحكم في التقرير، خاصه لو في لعيبه عندها مشاكل. اذا التقرير المراقب المباراه مهم جدا جدا لان ده بياخد حاجات يمكن الحكم ما بياخدهاش. على فكره الحكم بينهي المباراه وبيدخل الغرفه، هنا المراقب موجود بيشوف كل الاحداث الموجوده يا محمد، فتقييم المراقب ده هو اعتقد مهم جدا جدا، ما ينفعش يبقاش موجود. احنا بنتكلم النهارده في عقوبات او بنتكلم في بعض الاحداث، هذا التقرير يبرز هذه الاحداث، وده مهم جدا عشان الامور تمشي كابتن محمد بشكل كويس. تمام، خلينا نمشي في البدايه يا جماعه. احنا شفنا قد ايه الاحداث اللي فاتت لابد ان احنا نستفيد منها كابتن محمد في الفتره اللي جايه. ما ينفعش في تقرير ويروح من المراقب او المراقب يبعته جديد عليك. اول مره اشوفها بصراحه، يعني اول مره اتمنى ان يكون الكلام دوت يعني هو بعت اعتقد محمد يعني من المقيمين محمد ياسين من المراقبين اللي هم ليهم خبرات كبيره، يعني راجل رئيس ويعني بقاله فتره جدا في هذا المجال. اتمنى ان هو يكون يعني، واكيد يعني انا بقول ان هو بعت تقريره، يمكن في حاجه احنا مش فاهمينها. طيب كابتن محمد صلاح عبد الفتاح، اكيد عندك كواليس لان مش فكره تقرير وبس، لا ده انت عندك تفاصيل اكيد في المساله ديت. نوضح للناس يعني ايه مراقب مسابقات، في ناس مش عارفه. مراقب مسابقات ده هو ممثل لجنه المسابقات في المباراه، هي دي الجهه المنوطه باصدار العقوبات بعد تقرير الحكم. فهو بياخد من الحكم، ممكن الحكم يصدر كارت احمر، بيرجع للحكم في غرفه الملابس يقول له الكارت الاحمر ده ليه؟ ويلازم تقريره يبقى مطابق مع تقرير مراقب المسابقات. الا في الاحداث اللي ما بتقعش تحت نظر الحكم، حكم دخل غرفة الملابس، المراقب ما بيغادرش الملعب إلا بعد مغادرة الفرقتين والجماهير عشان يعني يسرد أي أحداث. لكن المراقب والحكام الاثنين في خلال 48 ساعة لازم يرسلوا التقرير، في حالة عدم الإرسال بيبقى فيه عقوبة. عقوبة وفي إجراء طبعا لازم يبقى فيه عقوبة. عقوبة على المراقب. كابتن تأكيدا لكلامك يا محمد بعد إذنك، بيرسلوا التقرير من خلال السيستم الإلكتروني، خلاص ما فيش حاجة ورقي، خلاص كان الأول إلكتروني
الاثنين، في سيستم في الاتحاد خاص بالكلام ده، وما ينفعش ابعت ورقي. الورقي ده بيكون اجراء احترازي، يعني في حاله لو هو السيستم اتعطل، في انترنت اتعطل، ماشي، لكن بيبقى فيه ورقي والكتروني. فكون ان احنا نقول ان في تقرير ضاع، اعتقد كابتن محمد ياسين من الناس، على فكره كابتن محمد ياسين كمان اشتغل على مستوى الاتحاد العربي، يعني هو ليه باع وليه خبره، وهو بيخاف على نفسه كويس. ولكن عايز اقول جزئيه تانية مهمه، الواقعه دي مش اول مره تحصل. معقوله؟ هقول لك ازاي. يعني احنا النهارده السنه اللي فاتت مثلا، الموسم اللي فات تحديدا، شفنا اكتر من واقعه اعتداء على حكام وما شفناش عقوبات طلعت. ممكن تلاقي في بيطلع اصدار او قرار ان في توصيه بالشطب على المدرب فلاني اللي تم اللي اعتدى على الحكم. العقوبه تختفي، تقرير تحط في الدرج. طب فين حق الحكم؟ هنا دي الجهه المنوطه بهذا الامر هي لجنه المسابقات. ويمكن شفنا، ويمكن كمان باكد لك، ان في عقوبات بتتفاوت من نادي لاخر، وانا مسؤول عن كلامي. هو ممكن على السيستم التقرير يتمسح؟ المسؤول عن السيستم ممكن يتجاهله. يتجاهله؟ ممكن يتجاهله. حصلت قبل كده؟ هو يعني اعتقد حصلت بالوقائع اللي احنا بقول لك عليها، ان في عقوبه، تقرير اتسلم ولكن ما فيش عقوبات صدرت. يعني مثال الاعتداءات على الحكام، فيش اكتر من الاعتداء على الحكام. اوكي. طيب كابتن ناصر، كنت عايز تقول حاجه. بقول يعني احنا، يمكن انا راقبت في الاتحاد الافريقي كابتن محمد، وشفت احنا عندنا بعد المباراه ب 24 ساعه على فكره بتبعت التقرير كحكم، وكمراقب بيبعت تقريره، ومراقب لجنه المسابقات بيبعت، ولو في احداث في خلال 48 ساعه دي ما فيش فيها هزار. السؤال حتى لو انا قالوا لي ان التقرير ما وصلش، وده وارد بيحصل معايا انا كمقيم، ما انا عندي كابتن تقرير سهل قوي، بعت لهم التقرير عادي. وده اللي حصل، انه بعته لجمال علام، هبعته تاني وتالت ورابع، لان انا عندي اصل التقرير عندي موجود، ما عنديش مشكله. لما يتقال ان التقرير ما وصلش، لا دي ما بتحصلش، لان زي قال محمد انت بتبعت على السيستم. على فكره التقرير تقريبا بيبقى بي دي اف، ما بتفتحش تقرير المراقب. على فكره السيستم غير، مجرد ما بتعمل سنت غير قابل للتعديل. ما تقدرش بقى محمد، غير قابل للتعديل. ما انا عشان كده قلت، انت سالت سؤال بتقول ممكن حد لا ما فيش حد يقدر يلعب في التقرير، لان ده تقرير بي دي اف مقفول، كل ما يتعلق بالعقوبات يعني ما حدش يقدر. ما هو مش هيلعب في التقرير، يلعب في التقرير، ولكن لما بيتعرض في لجنه المسابقات قبل ما يتعرض. بس يا كابتن ناصر، هو الفكره طالما بيبقى بي دي اف وبيتحط على سيستم، مش بيتعدل او بيتلعب في التقرير او بيتعمل ديليت. ما يقدرش كابتن، لان هنا لجنه المسابقات بتيجي تجتمع. فالمفترض انت لعبت مثلا النهارده في الجوله الاولى 7-8 مباريات، لابد ان السبع مباريات بتقريرهم يكون موجود على ترابيزه لجنه المسابقات كلها، حتى لو في مباراه ما فيش فيها احداث. 7 مباريات بتقرير الحكم، تقرير الموقف المسابقات، بتبقى موجوده على طاوله لجنه المسابقات، خاصه في عقوبات او في حاجات بتبقى مهمه. فمفيش حاجه اسمها تقرير ما بيتعرضش يعني. ممكن لما بيتعرض، ممكن محمد اتكلم في جزئيه العقوبات، ممكن عقوبات بتخفف على بعض، وعقوبات بتبقى طبقا للائحه. ده موضوع بقى خاص بلجنه المسابقات وهم بياخدوا القرار. ماشي، بس لما نوصل لمرحله ان اتقال ان التقرير ضاع، طب انت بتقول التقرير ضاع ليه؟ مش عندك سيستم؟ ولا انت عندك حاجه في السيستم؟ هي نفس فكره الايميل، يعني زي ما بتخش على الايميل بتاعك عندك ايميلات، صح، فتقدر تعمل ريموف لاي ايميل، ونفس الفكره. ما هو انت اللي بتتحكم في السيستم كاداره مسابقات. انت المتحكم في السيستم، عشان بس نعرف الناس، اللي بيتحكم في السيستم هو اداره المسابقات. زي بالظبط فكره السيستم بتاع القيد، سيستم بتاع القيد، السنتر بتاعه فين؟ في اتحاد الكوره. بالظبط، هو اللي بيقبل، هو اللي بيفتح السيستم، هو في سنتر بيقدر يتحكم في هذا السيستم. هو اي سيستم لازم يبقى ليه ادمن وبيقدر يتحكم فيه. طيب التقرير ما ضاعش؟ التقرير موجود؟ لا يمكن يكون ضاع. لا يمكن. لا يمكن، وانا لا اشك اطلاقا في ان كابتن محمد ياسين ضاع منه حاجه، لان هو شاطر جدا و حد مسؤول وعارف بيعمل شغله ازاي. انا دي متاكد منها. لما مقرر اللجنه كابتن ناصر يقول لك في ابو ظبي انا نسيت التقرير، الرد عليه بقى ايه؟ التقرير الورقي. كابتن، هي مسؤوليه، وزي ما قلت احنا في الفتره اللي فاتت كابتن محمد، لا في امور كتيره جدا يعني مش عاوز اتكلم كلام في بدايه الموسم، ولكن في امور مش ماشيه بشكل صحيح، مش بس في تقرير المسابقات، ولكن في عناصر تانية الامور مش ماشيه بالشكل الصحيح اللي احنا نامل. ان احنا عندنا بدايه موسم، عندنا دوري كبير جدا، عندنا انديه بتصرف مليارات وملايين، عندنا عقود لعيبه، المنافسه هتبقى كبيره جدا. لا يعني اتمنى من خلال البرنامج، من خلال الواقعه دي، نبتدي نقف يا جماعه شويه ونقول احنا لابد ان احنا نشتغل على نفسنا شويه. كابتن ناصر بعد اذنك، تمام، عايز بس اعقب على الجزئيه دي. لجنه المسابقات هي لجنه مسؤوله من اتحاد الكوره،
فيجب على اتحاد الكوره هنا النهارده انه يفتح تحقيق في هذا الامر، خصوصا انا سمعت محمد قبل ما ندخل معاه ان الاستاذ جمال علام طلب نسخه من التقرير. فهنا النهارده دي معلومه مؤكده، خد نسخه من التقرير فعلا. فاتحاد الكوره هنا هو الجهه المسؤوله عن لجانه. انت النهارده اتحاد الكوره هو لازم يفتح تحقيق في الموضوع ده ويشوف هل فعلا التقرير ضاع ولا لا، والشخص المسؤول عن هذا الامر هو يجب ان يبقى اتخذ معاه اجراء. واضح ان التحقيقات هتبقى كتيره في الاتحاد، كان في تحقيق مع اداري في لجنه الحكام وده موضوع هنتطرق فيه وادي دخلنا في لجنه المسابقات، قصص كتيره. طيب نطلع من الموضوع ده لموضوع تاني، هو الحكام ممكن يطلعوا في الميديا وفي الاعلام اثناء البطوله؟ تعليمات الفيفا فين يا كابتن ناصر في الحاجات دي؟ خلينا نتكلم في الموضوع ده شويه، بس هقف عليه شويه. كابتن محمد سريعا كده نتكلم على اي عمل ناجح لابد انك انت تبتدي تشتغل عليه وتخلي اعمالك وافعالك هي اللي بتتكلم عنك. انت ما تطلعش تتكلم عن نفسك في اي مجال ناجح، ده واحد. خلي اعمالك هي اللي تتحدث عليك، سيب الدنيا كلها تقيمك، انت ما تقيمش نفسك. ده اول حاجه، ودي من اهم عناصر عوامل النجاح. بنقول عندنا نماذج كتيره جدا، لو انت مسؤول ما عندكش عوامل نجاح خد نموذج ناجح من اي جهه من اي مجال. عندنا مجالات كتيره جدا، عندنا الدوله المصريه بكل مؤسساتها الكبيره ونجاحاتها الكبيره والعملاقه، خد نموذج واشتغل عليه. عندنا النادي الاهلي، وانا مش هتكلم عن النادي الاهلي كتير عشان ما يتقالش ان انا واقف هنا في قناه النادي الاهلي. النادي الاهلي بنتكلم على الرياضه يا كابتن محمد، هو افضل نموذج تقدر تشتغل عليه وتاخده كده وانت مرتاح. النادي الاهلي النهارده بنتكلم في ايه؟ في كره القدم. كل انجازاتها وبطولاتها الكبيره وكل الالعاب الكبيره يا كابتن محمد، النادي الاهلي ما وقفش عن كده بس، النادي الاهلي النهارده بيشارك في التنميه الرياضيه في مصر. طيب. النادي الاهلي النهارده بيعمل انشاءات كبيره جدا واستثمار رياضي كبير، بيعمل مشروعات كبيره. السؤال هنا، هل شفنا حد من مسؤول النادي الاهلي سواء عضو مجلس اداره او رئيس النادي بيطلع يتكلم يقول انا عملت او انا فعلت؟ مفيش. طيب كحكم وانت موجود في بطوله بتتبع تعليمات، هل يجوز الظهور اثناء البطوله؟ شوف بالنسبه لي دي جديده. جديده. انا اشتغلت حكم دولي ومحاضر دولي وقعدت في الاتحاد 8 سنين. ما كانش بيحصل الكلام ده كابتن ابدا، ولا يتم منح حكم تصريح، خاصه ان احنا عندنا مشكله، ده انت عندك بطوله مجمعه. يعني عارف يعني ايه بطوله مجمعه؟ طب سؤال يا كابتن محمد، هل يجرؤ حكم ايا كان في اي اتحاد اهلي او اتحاد كوره في بطوله مجمعه تبع للكاف او تبع الاتحاد الدولي اثناء البطوله تقدر تطلع باي شيء عن البطوله؟ استحاله. ممنوع. يقول لك خد شنطتك وروح على طول. ممنوع. اي حكم ممنوع في الظهور الاعلامي فيما يتعلق بالمباريات، فيما يتعلق بالبطوله اللي انت شغال فيها، خاصه ان احنا كان عندنا بطوله سوبر، ماتشات شغاله. هل انا النهارده ينفع اطلع الحكام؟ واحنا مش بنقول الحكام ما تطلعش، لا خالص، احنا بنقول لك اطلع، ولكن في البطوله لابد ان يكون في تركيز والتزام. هروح لنقطه مهمه جدا يا محمد. تمام. نقطه مهمه جدا، اخر نقطه، هو امين عمر نجح ليه؟ ده السؤال. ده لغايه دلوقتي ما ظهرش. امين عمر نجح ليه؟ عارف نجح ليه؟ امين عمر لعب مباراة صعبة، بها تحديات كبيرة، شال مباراة كبيرة جدا جدا بكل صعوبتها. ليه؟ عارف ليه؟ لأن امين عمر ركز، امين عمر النهارده اشتغل على معايير الاتحاد الافريقي، امين عمر النهارده ما يقدرش يشتغل بمزاجه. وما ينفعش يطلع اعلاميا الا لما يستأذن الكاف. خالص خالص، عشان كده بقول امين عمر نجح وكان احد نجوم المباراة. التزم وماشي بسيستم، يا ريت كل الناس الحكام تاخد امين عمر نموذج، لان ان شاء الله نبارك له في كاس عالم 2026 هو محمد معروف وباقي طاقم التحكيم. مشهد ظهور الحكام في الاعلام كابتن محمد وفي البطوله شغاله، ده لو حصل في الفيفا او لو في مشهد حصل قبل كده قريب من ده، رد الفعل بيبقى عامل ازاي؟ هحكي لك واقعه حصلت مع حكم. اديني بقى مثال. هحكي لك واقعه حصلت مع حكم مصري. مصري؟ في بطوله فيفا كاس العالم تحت 20 سنه اللي اقيمت في الارجنتين، كان محمد معروف مشارك في هذه البطوله. اللي هو طلع في البطوله دي في الاعلام. لا يعني ما طلعش في الاعلام، ده انا هحكي لك موقف ابسط من كده. الحكام كانوا في الباص ومتوجهين لملعب التدريب. فالحكام معاهم محمد معروف، اتصوروا صوره سيلفي واحد الحكام نزلها على الحساب الخاص بتاعه بالانستجرام. بس كده. الفيفا عرفت، شافت الصوره، عايز اقول لك الحكام تم توبيخهم بشكل قوي جدا. عشان صوره. صوره على الحساب خاص على الانستجرام احد الحكام. وتم حذف الصوره بعد ما نزلت بتقريبا ما كملتش ساعه. وكانت مشكلة كبيرة جدا، ولو كانت اتكررت زي ما كابتن ناصر قال كانوا ممكن يغادروا البطولة. كابتن محمد بعد اذنك، يغادر البطولة فورا. دي معلومة على فكرة، دي معلومة بتتقال لأول مرة،
يعني كابتن محمد معروف كان في بطوله دوليه تتبع الاتحاد الدولي، صوره نزلت على الانستجرام كانوا في اتجاه ان يتم استبعادهم وحصل توبيخ. ما بالكم بقى بظهور اعلامي وانت داخل على مباراه نهائيه؟ عشان كده حتى حكام الفار اتغيروا. كابتن محمد صح، حكام الفار اتغيروا في الفاينل. في الفاينل كان محمود عاشور حكم الفار. تمام ولا تمام. محمود عاشور هو في الاول كان حكم الفار. توقعك يا كابتن والمعلومه نعم انفردت هنا، كان توقعك. لا انا انفردت يمكن مع كابتن اسامه وقلنا طاقم التحكيم. كابتن، نقطه مهمه جدا عايز اقول حاجه مهمه جدا. هو مين مسؤول عن ظهور الحكام في الاعلام؟ اكيد اللجنه. لا، اتحاد الكره. الاتحاد مفيش كلام، بس الاتحاد لو مدرك كده. كابتن، اتحاد الكره النهارده انت مسؤول عن كل حاجه خاصه بالتحكيم. صح. هو انا النهارده مين مسؤول؟ مين يطلع مسؤول؟ يعني انا شفنا مسؤول بيطلع بيقول كلام، مسؤول تاني كابتن بيطلع يقول كلام، كلام متناقض جدا. انا النهارده هذه الفتره يا جماعه مش محتاجين نشوف، بقول لك اطلع يعني، بس اعمل لي انجازات، اعمل لي تحكيم، اعمل لي حاجه اقدر ان انا اشوفها بعينيا وبعدين ابقى اطلع اتكلم عليها. لما انا اطلع اتكلم على اشياء انا لسه ما حدثتش. وبعدين المشكله في ايه يا كابتن محمد؟ محمد صلاح بيطلع يقول كلام، ناصر عبد العزيز بيطلع كلام مخالف، فبيحصل ده كله بيأثر على مين؟ على الحكام ذات نفسها. ان اتحاد الكره هنا مسؤول يا كابتن، مسؤوليه كامله، ان في يبقى في انضباط شويه مع حته الظهور الاعلامي. مش بنقول ما تطلعوش، ولكن يا جماعه في توقيت ممكن تطلع وفي توقيت تقعد وتشتغل على نفسك، عشان المأموريه والمهمه صعبه جدا جدا جدا. التحكيم مش سهل اكيد، ملفات كتير عندنا. عايز اعقب بس على الجزئيه دي، ده مش على مستوى البطولات بس، حتى على مستوى معسكرات الكاف والفيفا. في المعسكر كمان، في المعسكرات ممنوع التصوير، وممنوع ان انت تدي بتصريح او تتصور وتنزل اي صور على حساباتك الشخصيه، حتى على مستوى المعسكرات مش البطولات المجمعه فقط. تخيلوا لما تكون دي التعليمات، وفي النهايه المسؤول عن الحكام يعمل حاجات مخالفه للتعليمات. مش قصه ظهور اعلامي بس، ده ممنوع حتى الصوره تنزل على اكونت الشخصي اثناء بطوله او اثناء معسكر. لسه الملف مفتوح، ولكن فاصل ونتواصل بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وعشان وقت الحلقه وفي الجزء الاخير هندخل في تفاصيل مهمه جدا. ابدا الاول بالكابتن محمد صلاح عبد الفتاح. معسكر الحكام اللي اتعمل قبل انطلاق الدوري اللي بدا امبارح، عرفت وشفت ان في حكام انضموا للمعسكر وهم لم يجتازوا الاختبار البدني بحجه ان هم هيكونوا حكام فار مع بدايه الموسم، وده حصل فعلا. حصل. كواليس الموضوع ده ازاي؟ وهل ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ومعسكر اكيد ما كانش فيه تفاصيل لها علاقه بالفار. هو مبدئيا ما فيش حاجه اسمها حكام فار بس وحكام ملعب بس، ده مصطلحات احنا هنا بنتكلم بيها ومش معمول بيها في اي دوري في الدنيا. خليني هخص لك بالامر زون شمال افريقيا. في شمال افريقيا كل الدوريات الحكم بيلعب حكم ملعب وحكم فار. وقبل بدايه الدوري طالما عندك تقنيه فيديو في معسكر اعداد، فين مسؤول تقنيه الفيديو اللي بيدرب حكام الفار اللي انتوا بتقولوا دول هيلعبوا فار بس؟ هنا بيبقى فيه اجهزه سيميليتور تدريب، مش تدريب عملي بس. فانت النهارده بتقول لي دول حكام فار، اوكي، فين مسؤول الفار؟ هقول لك بقى مسؤول الفار فين، عشان دي قصه كبيره جدا. تمام، قول يلا. فين مسؤول الفار؟ كان مين مسؤول الفار؟ كابتن مجدي رزق. غاب الكابتن مجدي تماما عن كل المعسكرات، ما حضرش، مش موجود. وانت بتقول لي انا دول حكام فار، والحكام اللي انت بتتكلم عليهم دول اللي هم حضروا المعسكر حكام اقل من 30 سنه وراسب في الاختبار. النهارده عندي حكم بيلعب في الدوري في مباراه الجونه وزد على تقنيه الفيديو وهو راسب في الاختبار. اوكي، انت ازاي انت النهارده بتقول للحكم الصغير، بتقول له انت عندك اوبشن، وبتدي له ذريعه ان هو يكون عنده ياس، لو انا ما نجحتش عندي اوبشن تاني ان انا اكون حكم فار وعادي وهتعين وهقبض والدنيا جميله. ما انا هتعين حكم فار يعني هقبض. ده كلام خطير جدا. دي مشكله. انت النهارده امتى بتكون حكم فار بس؟ لما بتعدي ال 45 سنه وتكون حكم بيتقال عليك بان انت حكم صاحب خبرات كبيره جدا وبيتم الاستعانه بيك، وده مش مخالف للبروتوكول. تعالى هات لي اي بطوله على سبيل المثال، هنروح للافكون الاخيره اللي كانت في كوت ديفوار. كان في لسته البطوله فيها حكام فار. كان رضوان جيد، محمود البنا، وكان محمود عاشور واكونا وماريا، كل حكام الفار في الليسته عملوا الاختبار ما عدا محمود عاشور. ليه؟ لان محمود عاشور يحمل شاره واحده فقط، هي شاره الفار.
مش حكم دولي عشان مش هيلعب في البطوله، حكم في الملعب بالظبط بالظبط، لكن هو بيتعاملوا معاه على انه حكم صاحب خبرات وكان حكم دولي فيما قبل، وبالتالي ده امر مقبول وهو عدى سن ال 45 سنه. لكن ما ينفعش تيجي تقول لي حكم عن اتفضل. طب اخد من كلام كابتن محمد صلاح على جزئيه حكام رسبوا في الاختبار البدني، انا بصيت على اسامي قلت يمكن في محاوله من اللجنه ان تديهم مسانده الفتره الجايه، بس اكتشفت ان ليهم علاقه بفكره المؤامات والمصالح. خالد جمال الغندور، حسام عزب حجاج، اسامي حكام المفروض اللجنه ما تحطلهاش اعتبار يا كابتن نصر. شوف يا كابتن محمد، عاوز الصح؟ طيب لما انت تبتدي بدايه من غير تخطيط، من غير سياسه، من غير معايير، من غير اي حاجه، ما انا قلت في البدايه الكلام كل شيء هيبقى متاح وكل شيء هيبقى ممكن. عشان كده بنقول ايه؟ لو هنرجع لبريرا، الناس اللي كانت بتتكلم على بريرا، بريرا كان واخد قرار الحكم اللي هو ما بيوفقش في الاختبار الورنر ايا كان، ولا هيلعب فار ولا هيلعب حاجه لغايه لما يتنزل الاختبار البدني، يتحدد له بعد ثلاث اشهر. الحكم ده ما بيجيش خالص يقرب ولا ناحيه الفار ولا ناحيه الملعب، ثلاث اشهر تعيد، تم يعني وفقت بترجع تاني. طيب ليك مره تانية اخيره بتعملها وبعد كده يقول لك خلاص مش هتلعب تاني، مش معايا في الموسم ده خالص. انا بقول حاجه مهمه جدا، هي اللجنه دي مش هي دي لجنه بريرا اللي اشتغلت على اللوائح بتاعت السنه اللي فاتت، ولائحه بريرا موجوده فيها الكلام ده. النهارده احنا ليه مش بنمشي في اللوائح، خاصه ان احنا النهارده بنشيد ببريرا في الناحيه الاداريه، الناحيه الفنيه احنا قلنا مش قد كده. الناحيه الاداريه بنشيد بيه ان هو عمل نظام وعمل سيستم وعمل حاجه جميله جدا. طب ما بريرا كان حاطط نظام حكم، وده كان حقيقي فعلا هو ده الصح، الحكم اللي بيرسب او لم يوفق ثلاث اشهر عشان ايه؟ بس لما يكون حكم صغير. النهارده احنا بنتكلم يا كابتن، النهارده انت بتكافئ حكم لم يوفق. كابتن انا لما قريت الاسامي، والحكم اللي هو نجح عرفت النهارده الحكم اللي نجح طب فين سياسه الثواب والعقاب؟ اللي نجح قاعد في البيت يعني. انا بسال سؤال، النهارده بيلعب وهيقبض. انا النهارده بسال سؤال، هو انت النهارده الراجل لم يوفق انت بتكافئه، طب اللي نجح ده هنعمل له ايه؟ يعني هي دي ليه؟ لان مفيش لوائح، مفيش او عندنا مش عايزين نمشي عليها، اي عمل بدون تخطيط وبدون معايير وبدون سياسه الحكام كلها تعرفها كابتن. اسماء الحكام بتدل ان في مجامله يا كابتن نصر، واضحه ده اللي احنا شايفينه، ده واضح بامانه. واحنا هنا مش هنقول غير الحقيقه، تمام. هنا يا جماعه والله احنا معاكم، والنادي الاهلي اول نادي في البطوله قال ان انا داعم ومساند التحكيم، مجلس اداره بالكامل، ودي كانت حاجه جميله جدا من الاهلي، وقف مع التحكيم. ولكن احنا يا جماعه ارجو اتمنى ان احنا يعني انتوا تعرفوا ان في ناس فاهمه كويس قوي، ما حدش هيعرف يعني. كابتن ناصر انت عارف ليه بدانا فقره الفار النهارده في التوقيت ده بالذات، وكابتن محمد معانا وسامع برضه ويشاركنا؟ لان البدايه في حد ذاتها لما نشوف في مشاكل ما بين القائم باعمال رئيس اللجنه والمنسق الفني لجنه الحكام، والخناقه كلها على فكره انا مستقيل لا انا مكمل، هي في النهايه مشكله تعيينات على فكره، الخناقه على التعيينات والخناقه على تشكيل اللجنه. كابتن محمد بعد اذنك، كلامك جميل جدا جدا جماعه، من فضلكم وانا من انت قلت حاجه جميله قوي، ودي فعلا مشكله احنا بنعاني منها كابتن بقالنا بتاع حوالي 20 سنه. المفهوم المغلوط والموروث اللي احنا ورثناه عن ان اللي موجود في اللجنه لو ما عينش يبقاش عضو مش مسؤول، ما زالت هذه الامور عند البعض، والمعتقد عند البعض ان ايه؟ لو انا مش هعين الحكام محمد لا يبقى انا ماليش لازمه، لا ده لازم اخش في التعيينات. يا جماعه المفهوم ده خلاص ما في، المفروض احنا نغيرها. احنا بنوقف النهارده الاتحاد الدولي كابتن، بنشوفه بيعمل ايه وبيشتغل ازاي. التعيينات دي اخر مرحله او اخر نقطه النهارده انا افكر فيها. انت عندك شغل كبير قوي قوي قوي، عندك ملفات كتيره، احنا لو قعدنا نحكي عندك ملفات متابعه حكام، عندك ملفات ان ازاي انك انت تطور اداء الحكم، عندك 26 منطقه فرعيه عشان تروح للمناطق دي، مش هروح واحد ولا اثنين يا كابتن محمد، لازم يكون في سيستم تشتغل بيه. فالنهارده حته التعيينات انت قلت مهمه، كل اللي بيجري على حته التعيينات ليه؟ عشان هو بيعرف ان الحكام كل شويه بتتصل، كابتن انا عندي ماتش ايه؟ طب انا هلعب ايه؟ كل الكلام ده لا. التعيينات يا جماعه نغير مفهومنا من فضلكم، لان دي التعيينات بتبقى ايضا طبقا لمعايير محمد وطبقا للمستوى الفني للحكام. عندنا شغل اكتر من التعيينات يا كابتن محمد، لابد ان احنا ننظر اليه. طيب هرجع معاك تاني لو هتختم حاجه في موضوع المعسكر قبل ما اروح لموضوع التعيينات. هاخد من الكابتن ناصر، احنا اتكلمنا وقلنا طرحنا سؤال من شويه، قلنا فين مسؤول الفار في المعسكرات؟ اللي هو كابتن مجدي رزق. كابتن مجدي رزق تمت الاطاحه بيه للي انت قلته من شويه بسبب المؤامات وبسبب ابناء الحكام. تمت الاطاحه بيه لهذا السبب. كابتن مجدي رزق وقت القائمه الدوليه ما كان فيها يعني كلام كلنا الموضوع ده قتل بحثا، الناس كلها عارفاه. كابتن مجدي رزق قدم تقرير لاتحاد الكوره
وقال ان في حكمين لا تنطبق عليهم الشروط وهما حسام عزب حجاج وعمرو احمد الشناوي، هذان الحكمان لا تنطبق عليهم شروط الفيفا ويجب اقصائهم خارج القائمه الدوليه. ده التقرير اللي قدمه الكابتن مجدي رزق لاتحاد الكوره. بعديها كابتن مجدي رزق لما استشعر الخطر او استشعر ان هيحصل ان التقرير ده مش هيتاخد بيه، راح بعت ايميل للكاف والمسؤول الزون في الكاف، ولكن هو تصرف تصرف يعني اختار الجهه اللي هي مش منوطه. جه رد من الكاف، هو قال له ده كلام خطير جدا، زي ما بقول لك ده اللي حصل. بعت ايميل للاتحاد الافريقي، بعت ايميل للاتحاد الافريقي قال لهم خلوا بالكم الحكمين دول لا تنطبق عليهم شروط وانا بخلي مسؤوليتي، عشان انا بقول لكم. عشان كده اللجنه طلبت تغيير ومجيء حكم اخر مكانه كابتن سيد مراد. بالظبط كده. فلما الكاف رد، اتحاد الكوره عرف، فالكاف رد، كان رده ان لا احنا مش الجهه المنوطه بهذا الامر، انت ممكن تخاطب الفيفا لان هم اللي وضعوا الشروط واحنا مش الجهه المنوطه. اتحاد الكوره عرف، طبعا في ناس في اللجنه عرفت كلام مش على مزاجهم، حصل تقدر تقول كده كومبينه على الكابتن مجدي رزق، تمت الاطاحه بيه وعشان كده ما ظهرش في المعسكرات. والاسامي ارسلت بالفعل، الاسامي ارسلت بالفعل، وانا بقول لك اهو هي غير مطابقه للشروط. وهزيدك كمان من الشعر بيت، ان تم ارسال هذان الحكمان لمعسكر الفار للكاف. الكاف كان عامل معسكر، ده بروجكت كبير جدا بيختار فيه يعني افضل العناصر عشان يكمل بيهم بعد كده. الحكمين دول لما شاركوا في معسكر الكاف بتاع الفار، يعني هقول لك كده بلغه الكوره، خدوا كتف قانوني، خدوا كتف قانوني، وتم انتقاء 6 حكام هم الافضل في هذا المعسكر، ودول اللي هيكملوا مع الكاف. ليس من ضمنهم حكم مصري. مش من ضمنهم اي حكم مصري، بسبب ان الكاف كان عايز حكم ساحه دولي، حكام ساحه دوليين عشان يزود القاعده، وده يمكن الكاف نشره على موقعه الرسمي. ومين هنا اللي خسران؟ التحكيم المصري. فالنهارده بسبب برضو الموائمات والمجاملات. بالظبط كده، وانا بقول لك اهو الحكمين، وفيهم حكم كان عين من قبل الاتحاد الافريقي في الكونفدراليه في بطوله في مباراه اتحاد العاصمه والجيش الملكي المغربي، والاتحاد الكاف لما عرف ان هو ما بيلعبش في الدوري المصري بتاعه ما بيسفرش، قال له شكرا، واستعوض بيه مين؟ محمد عادل. محمد عادل ده الموسم الماضي. الموسم الماضي مظبوط. طب لما نركز في الموضوع، محمد عادل حكم من خارج القائمه الدوليه للفار، يعني هنا بناكد على المفهوم اختيارات الحكام، هو عايز حكم دولي الاساس الملعب، خبره في الملعب عشان اقدر اصحح خطا الحكم اللي في الملعب. وكمان حصل مشكله كبيره جدا مع محمد عادل، ودي برضو لاول مره هتتقال، اقول لك لجنه حكام الاردن كان عندها مباراه مهمه، اعتقد المباراه كانت النهارده او امبارح، درب النهارده اعتقد كانت امبارح ماتش الفيصلي اعتقد، كان ما بين الاول والثاني، كان ماتش، لا انا شفت الحسين والاهلي الاردني، تمام، كان دي كانت مباراه على الاول والثاني، ولجنه حكام الاردن طلبت محمد عادل بالاسم وطلبت طاقم دولي، وكان معاه محمود ابو الرجال واحمد حسام طه. كان رد لجنه الحكام على لجنه حكام الاردن، احنا مش هنبعت الحكم لان احنا عندنا ماتشات مهمه في الدوري واحنا عايزين حكامنا الدوليين. ده ما كانش لسه بدا الدوري، ما كانش لسه بدا، وعندك حكام تانية تقدر، في 6 حكام تانيين. لا، ولما يجي لك طلب مصر اكيد لازم اكيد توافق طبعا. ده دعم ليه، وده دليل على ان الاتحاد الاردني بيثق في التحكيم المصري. كان الرد من لجنه حكام مصر، احنا مش هنقدر نبعت لك محمد عادل، انا ممكن ابعت لك حكم تاني. بعتوا الحكم، لجنه حكام الاردن لقت الاسماء من خارج القائمه الدوليه، مش دوليين، لا مش دوليين. لجنه حكام الاردن قالت لهم شكرا، لن يتم التعامل معكم مره اخرى، ولكن هقول لك بقى انا تواصلت مع المسؤولين في لجنه حكام الاردن، هم اصدقاء وكلنا اصحابي، انت عارف احنا اشتغلنا مع بعض. الناس عندهم استياء شديد جدا، قالوا ان احنا بنثق جدا في التحكيم المصري، لما بنقول حكم مصري الاعلام الاردني بيبقى عنده قابليه والجمهور بيبقى عنده ثقه في التحكيم المصري، لكن هذه المجموعه برضو لازم اكد ان هو قال هذه المجموعه لن نتعامل معها مره اخرى، ولكن هم مش عايزين نفسد العلاقات ما بين لجنه حكام الاردن ولجنه حكام مصر، في النهايه هم اشقاء واحنا اشقاء، لكن هم يعني تعاملوا مع الموقف وعلى انه تصرف فردي مش تصرف يمثل جهه. عرفتوا ليه احنا في النهايه بنقول محتاجين رئيس لجنه حكام اجنبي؟ عشان الموائمات والعلاقات الشخصيه اللي بتدار بيها الملفات بالشكل ده. كابتن ناصر، استكمالا للكلام ده، كان في معسكر للحكام الواعدين في الاتحاد الافريقي، تمام، وفوجئت ان مفيش ولا حكم مصري موجود، تمام. تعليقك؟ تعليقي مهم جدا جدا، وده
بدايه عدم التخطيط. انا قلت في البدايه ايه؟ طول ما فيش تخطيط هتلاقي في حاجات كتيره جدا بتطلع في الفتره اللي جايه. السؤال، هل من المعقول النهارده كابتن محمد، انا النهارده كلجنه حكام مصر كبيره جدا، مصر كبيره بكل مؤسساتها، تاني هقول كره القدم الكبيره بسبع بطولات في امم افريقيا، كل الكلام ده، هل من المعقول النهارده ان لجنه الحكام تدار بثلاث اعضاء؟ يعني ايه؟ انتوا الثلاثه ديروا لجنه الحكام، كان مش موجود في اي حته يا محمد خالص ان اجيب ثلاثه، محمد فاروق احترامي طبعا الاسماء كلنا بنحترمهم، والكابتن مريم وكابتن عزب، نقول لهم كابتن إيه؟ ده في خلافات من اول يوم لغايه النهارده، ديروا الملف. لا كابتن، المفروض النهارده انا في رئيس لجنه ومسؤول، لان في الاخر خاص رئيس لجنه ده بيبقى مسؤول عن كل حاجه بتتعمل. كابتن ناصر لو تعالى نروح لحته مهمه جدا، وهنا النهارده مفيش، بنقول ايه، توزيع مهام، كل واحد عاوز يعمل كل حاجه. هو كان عايز يقطع بس قطعه الفار، عارف انت قطعه الفار دي؟ قطعه الحكم في استدعاء، عندي احتماليه، عندي احتماليه كارت احمر. اتفضل. النهارده ليه ما نقارنش تصرف لجنه حكام تونس كابتن ناجي الجويني؟ عنده نفس الملابسات مع الاتحاد ونفس الظروف، واعلن الاستقاله واستقاله جماعيه، ولكن الاتحاد التونسي لكره القدم حاول يقنع كابتن ناجي انه يرجع في الاستقاله، ولكن هم رفضوا. احنا عندنا نفس الموضوع، لكن تاني يوم اتحاد الكوره، عايز اكد على نقطه مهمه جدا، اتحاد الكوره النهارده ابراهيم نور الدين هل قدم ليهم استقاله مكتوبه لاتحاد الكوره؟ هو الاستقاله كانت على الفيسبوك اعتقد، وعكس تصرف لجنه حكام تونس، في لازم نقارن ما بين الاثنين. تمام، احنا اتحاد مصر كره القدم، احنا هو السؤال كابتن ناصر، هو السؤال هو ابراهيم نور الدين استقال في ايه ورجع في ايه؟ ولا هو كان خلاف على التعيينات؟ هي دي خلاف هي على اعضاء اللجنه. بص يا كابتن، انا برضك من ضمن الامور اللي هي المفترض انا بقدم سالتي بقدمها للمدير التنفيذي، مش على الفيسبوك، ما ينفعش ان انا اقدم سالتي على الفيسبوك وبعدين ارجع بالليل او ارجع الصبح ارجع تاني في الاستقاله، ما دي امور دي كلها لابد ان هي يبقى فيها انضباط. بمناسبه ناجي جويني، اتكلمت على تونس، ناجي جويني راح قطر، ولما قلت ان ناجي جويني من افضل الناس اللي اشتغلوا في التحكيم، انا قلت الكلام دوت ودي حقيقه فعلا، وانا عاشرت ناجي جويني وشفت شغله. ناجي جويني النهارده كابتن راح قطر، ما كانش فيه حكام او الحكام كانت امكانياتها ضعيفه، محمد كان هناك موجود. الراجل عمل تحكيم في قطر وعمل طفره كبيره جدا جدا محمد في قطر. البعض قال لك اصل الامكانيات هناك هي اللي ساعدته، لا. ناجي جويني هناك لقى ان القماشه هناك كمان مش افضل حاجه، مش احسن حاجه. طيب عندنا هنا التحكيم المصري الحكام عندها اكيد كل شيء كويس. طيب انا برضو النقطه اللي عايز اقف عندها، الاستقاله والخلاف سببه تشكيل اللجنه وكل واحد عايز يجيب الناس اللي يعرفها، ومشاكل في التعيينات ولا لا؟ تاني. الامر واضح. تاني كده قول، تاني مشاكل في التعيينات. مين اللي هيعين؟ واحد. اتنين، كل واحد عايز يشكل لجنه بطريقه فالتاني مش عايز، ومين ليه قدره عند الاتحاد ان يفرض سيطرته على الاخر؟ بالظبط. اذا ده الخلاف اللي موجود حاليا. طب الخلاف ممكن اقول لك على حاجه ثانيه. احنا عندنا كم ملف في التحكيم يا كابتن؟ كتير. الدوري الممتاز، الدرجه المحترفين الاولى، القسم الثالث، النسائيه، كابتن بطولات الجمهوريه، الناشئين، دي مهمه. قول لي مين بيعين الكلام ده؟ مين هيعين؟ انت النهارده في لجنه ثلاث افراد او اربعه، مين ياخد الملفات دي كلها؟ وانا بقول ثاني اتحاد الكره، لما محمد فاروق جه لك وقال لك يا جمال بيه، لما محمد جه قال لك انا محتاج ناس اشتغل بيهم لان انا بادئ موسم وعندي ملفات كتيره، مش هقدر انا اقدر ان انا اتمكن من ان انا ادير هذه الملفات كلها. الجماعه الاعلام قال له ايه؟ قالوا لا، المجموعه اللي معاك اشتغل بيهم في الفتره اللي جايه. لا، ما ينفعش الكلام ده، واحنا عندنا دوري كبير لابد يكون عندنا لجنه حكام قويه تقدر تسيطر على الموقف. طيب الواعدين بقى مهم جدا بعد محمد بقى، لو كان عندنا عشان وقتنا خلاص للاسف، اخر حاجه سريعا بس، سريعا الواعدين. كابتن، احنا النهارده عندنا معسكر الواعدين في افريقيا، بنلاقي ان الاتحاد الافريقي خد حكام من الجزائر، حكام ليبيا، ما عندناش ولا حكم في معسكر الواعدين من مصر في المعسكر المقام في القاهره للاسف كالعاده. للاسف هشام القاضي، وده بقول واحنا بنقول النهارده واحنا بنعمل القائمه الدوليه 29 سنه، في المواصفات كلها النهارده اللي كان ممكن نحطه في القائمه الدوليه. بالظبط كده، والفروقات قريبه قوي يا محمد، يعني اللي اتحط او ما اتحطش كلها فروقات قريبه. لما كنا النهارده عندي هشام القاضي 29 سنه ولعب شمال افريقيا وكان حيمودي هناك رقبه وعمل مباراه افتتاح كويسه، عمل مباراه النهائي كويس، النهارده كان عندنا فرصه نحط هشام القاضي في القائمه الدوليه عشان خاطر ايه؟ يبقى عندنا بعد معروف، بعد امين، بعد محمود ناجي، يبقى عندنا حكم صغير يقدر ان هو يروح اكتر من بطوله في سؤال فسرعنا. واجابه سريعه، عندنا مشاكل في التعيينات والخلاف الموجود بسبب التعيينات. بالظبط، واضح واضح. مين فرض سيطرته في الاخر؟ مين فرض سيطرته؟ ابراهيم نور الدين.
على الكابتن محمد فاروق. على الكابتن محمد فاروق. طب تتفق معايا ان اللجنه تحتاج رئيس لجنه حكام اجنبي ومسؤول فار اجنبي؟ لازم، ما ينفعش مسؤول اجنبي لوحده، لازم كمان مسؤول فار اجنبي. لازم، ده الامر الواقع ده. فرض ده، الامر الواقع فرض ده، وخصوصا كمان ان احنا ابتدينا نقول كلام مش حقيقي. انا عايز ابارك بس لمحمد حسن وطارق سامي ان هم موجودين هيديروا نهائي كاس القارات وهم عندهم 48 سنه. كاس قارات كره السلة عندهم 48 سنه. لجنه الحكام النهارده بسبب الخلافات الشخصيه بتقصي حكام وعايزه كانت تخرجهم بره القائمه الدوليه، على سبيل المثال محمد عادل. يعني نفس الامر، نفس الامر، خلافات شخصيه يعني تضغو على مصلحه التحكيم. تمام، انا في الختام بشكركم، الوقت جري معاكم بسرعه، يمكن فتحنا في ملفات كتيره، ولكن اكيد الفقره دي فقره تبقى مهمه جدا. ناس كتيره بتسال طب ليه من دلوقتي ولسه الموسم ما بداش؟ لا، في مشاكل داخل مبنى الجبليه، داخل لجنه الحكام، نتائجها هتنعكس على الحكام في الدوري خلال الفتره الجايه والايام جايه وهتشوف. لذلك الملف ده يحتاج الى خبراء اجانب لادارته نتيجه المواءمات والمصالح الشخصيه اللي احنا شايفينها في التعامل مع هذا الملف الخطير. كابتن ناصر عباس نورتنا وشرفتنا. شكرا كابتن محمد، شكرا، شكرا جزيلا. كابتن محمد صلاح عبد الفتاح نورتنا وشرفتنا. منور بيك، شكرا جزيلا ليك. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي على خير الاسبوع المقبل في حلقه جديده من برنامج الترند.